النهارده رايحين فين؟ رايحين نسجل عينات في بوفو ستوديو. بوفو هما ناس متخصصين في مجال الكتب الصوتية، كانوا بعتولي قبل كده اللي انا اسجل عينات وقالوا لي لو اتقبلت هنرد عليك عشان تيجي تسجل عينات عندنا في الاستوديو. لو عرفت ابين لكم تفاصيل الرحلة دي ان شاء الله والتسجيل من جوه الاستوديو هبين لكم. دعواتكم. احنا وصلنا هنا، بص مهندس الصوت بيقعد هنا وده الاستوديو اللي هسجل فيه. طبعا بيبقى فيه بابين هنا، ادي باب وفي باب جوه كمان عشان الصوت يبقى معزول جدا، مفيش اي حاجة من بره، اي اصوات من بره تدخل. نقفل البابين كده، الباب الاولاني وده الباب التاني. هنا الكتاب هيبقى معروض قدامي، ده الميكروفون ومن خلاله من خلال السماعة دي بتواصل مع مهندس الصوت اللي قاعد بره. هو المفروض دلوقتي سمعني من خلال الميكروفون وانا بسمعه من خلال السماعات. لقد كان يوما ممطرا، فقد هبت الرياح وهطلت الامطار وخيم الضباب على كل مكان حتى انعدمت الرؤية من خلاله. الحمد لله التسجيل خلص على خير. التسجيل ما خدش كتير، يا دوب بالظبط 10 دقايق بس كده. بقى هيسمعوا العينات الاول، ولو انا مناسب للمشروع دوت هيبعتولي. دعواتكم بالتوفيق، ولو حد عنده اي سؤال يبعتلي في الكومنتس. سلام.